فرصة مفتوحة للمداخلات. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأول، السؤال الأول يا شيخ، بيقول لك عذاب القبر، هل يوجد عذاب قبر؟ إذا كان يوجد عذاب قبر فما معنى قوله تعالى ويومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم؟ هل يوجد عذاب قبر؟ وإذا كان يوجد عذاب قبر ما معنى قوله تعالى ويومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم؟ وبعدين تاني في الروح، هل العذاب بيكون في الروح؟ الروح بتكون في العالم اللي هو عالم البرزخ. السؤال الثاني، هل سيدنا عيسى توفاه الله؟ إذا كان سيدنا عيسى يتوفى هل هينزل ثاني؟ طيب إذا افترضنا إنه نزل، ما في القرآن في السؤال بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، هل يوجد تناقض؟ جزاك الله خير. طيب الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أنا من صيغة الأسئلة حسيت إنه كأنه الأخ زي اللي حصل له تشكيك في الموضوع ده، يعني لأنه بيقول لي لو افترضنا إنه في عذاب قبر، لو افترضنا إنه عيسى نازل، لو افترضنا معناه شنو؟ معناه على الأقل في تشكيك، صح ولا ما صح؟ طيب، وده سببه كله يا أخواننا أئمة الضلال ديل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. طيب، قال هل يوجد عذاب قبر؟ وإذا يوجد عذاب قبر، قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. طيب، هل قال لي في تناقض؟ يا أخواننا ما في تناقض بين القرآن والسنة، لأنه ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. بيكون في تناقض لو القرآن والسنة ما من عند الله، لكن القرآن والسنة كلها من عند الله، السنة الصحيحة. فما دام كلها من عند الله ما ممكن يحصل بينات تناقض. التناقض بيحصل في ذهن الإنسان، والكلام ده هو اللي بيذكر الترابي. أما مسألة عذاب القبر وإنه هل يوجد عذاب قبر، نعم بأدلة كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال في سورة غافر، قال فوقاه الله، مؤمن آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها شنو؟ غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شنو؟ أشد العذاب. رب شوف انت ركز معي في، لأن القرآن ده ربنا قال إنا جعلناه قرآنا شنو؟ عربيا. ربنا قال في الآيات دي من سورة غافر، ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. النار يعرضون عليها، يعرضون ده فعل شنو؟ مضارع طوالي مستمر. غدوا وعشية ده بالزمان ده، زمن الغدو والعشي، العشي والعشي. بعدين ربنا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شنو؟ أشد العذاب. والساعة قامت ولا ما قامت؟ قامت ولا ما قامت الساعة؟ ما قامت الساعة، ما قامت. وربنا قال النار يعرضون عليها، الفعل ده مستمر الآن. يبقى الكلام ده وين؟ في القبر، لأنه الآن فرعون وينه؟ فرعون ميت ولا ما ميت؟ كويس. فيبقى أول حاجة نثبت مسألة إنه عذاب القبر ده موجود، وموجود بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها ما ذكرنا، وهذه قال عنها العلامة ابن كثير هذه الآية أصل في عذاب القبر عند أهل السنة والجماعة، الآية دي. وغيرها من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع إذا تشهد في الصلاة، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكان بيستعيذ من شنو؟ من عذاب القبر. يبقى في عذاب قبر ولا ما في؟ يبقى في. والحديث المشهور عند الناس وهو حديث صحيح، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. ثم أخذ
رطبة نخل وشقها باثنتين وغرس عند رأس كل واحد منهما واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى في عذاب قبر ولا ما فيه؟ لكن في هنا في مثلا الناس بيفهموها غلط. تمشي المغابر تلقى فينا شنو؟ بغز النخل. العلماء قالوا ده حرام. ليه؟ نحن ما بجوز لنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الذي في القبر يعذب أو في القبرين. هل نحن عرفنا زولنا ده بيعذب؟ ها؟ فده إساءة ظن بالمسلم، ما بيجوز. عرفته؟ وده من أمور الغيب التي لا نعلمها. دي فائدة من الأحاديث التي تدل أيضا على عذاب القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم في مسلم كان في بستان حائط، بستان يعني بتاع واحد من الصحابة، وفي هذا البستان 6 أو 7 أقبر للمشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام على بغلة، قال فحادت البغلة مالت سرعة أو فجأة حتى كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأقبر؟ قالوا هذه أقبر في الجاهلية قبور المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب النار، قلنا نعوذ بالله من عذاب النار، ثم قال قل استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات، فاستعذنا بالله من فتنة المحيا والممات. فدل الدليل الكم؟ الرابع. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فسمع وجبة عند غروب الشمس، وجبة معناها صوت شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها. فيبقى في وأدلة كثيرة جدا. فيبقى أنا داير الأخ وجميع الحضور أنه ما يأخذك شك في هذه العقيدة، لأنه اتكلمنا بها هو من؟ هو الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في عذاب قبر يبقى في عذاب قبر. طيب ربنا قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ده اسمه عرض الكتب. ما في تناقض بين كون الإنسان يعذب في القبر وبين أن تعرض عليه الأعمال شنو؟ يوم القيامة. لأنه يوم القيامة لإقامة الحجة، يوم القيامة لإقامة شنو؟ الحجة. وربنا سبحانه وتعالى قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى آخر وغير من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. فيوم القيامة حتى يعلم ابن آدم. وأما رب العالمين فهو يعلم أن هذا الإنسان في الجنة أو في النار، ويمتحن هذا الإنسان عند خروج الروح. ما في واحد بيقول لك طيب ما يعمل له محكمة؟ لو صحت العبارة محكمة دي عملوا له محكمة عند خروج الروح وعند سؤال الملكين. الملكين بيزالوك بيقول لك شنو؟ من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فانت بتنجح اذا كنت شنو؟ اذا كنت انسان ماشي صح، تقول ربي الله ودين الاسلام وهذا الرجل محمد عليه الصلاه والسلام. وما اذا كنت زي التراب ده بتقول ها لا ادري. فهمت؟ بنفس العقائد دي ومت عليها هتقول ها لا ادري. وهنا بعد ده بيبدا عذاب القبر. فربنا سبحانه وتعالى يعلم امر العبد هل هو في الجنه او في النار، وانما يرى العبد هذه الكتب وهذه الصحائف يوم القيامة لإقامة الحجة عليه. طيب ويكون في الجسد، يكون في الروح وفي الجسد. ومن الأدلة على ذلك أدلة كثيرة جدا منها هذا الحديث، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه. هل بيقعد الروح؟ بيقعد الروح. فيقعدانه ثم ينتهرانه ثم يقولان له من ربك؟ الحديث. عرفتها؟ فالعذاب يكون في شنو؟ في الروح وفي الجسد، في الروح وفي الجسد. وإن تقطعت الأوصال وإن أكلته الحيتان وإن حرقه الهنود فإنه سوف يعذب إن كان مستحقا للعذاب، وينعم إن كان شنو؟ مستحقا للنعيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال حينزل، ها حينزل ولا ما حينزل؟ حينزل. ربنا
ربنا سبحانه وتعالى قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ربنا قال شنو؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه يقينا، أي يقينا ما قتلوه، بل حصل شنو؟ رفعه الله إليه. عشان كده متوفيك العملت للترابي لأنه ما دار يفهم الدين صح. متوفيك معناه شنو؟ معناه كما قال العلماء منيمك. ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم حين نومها، مش حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى. ده دليل واحد. دليل ثاني في سورة الأنعام، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل هو شنو؟ النوم. ويعلم ما جرحتم أي ما عملتم وكسبتم في النهار، عرفتها؟ والآية دي حاكمة إنه عيسى عليه السلام ما مات ولا قتل، وإنما أنامه الله ثم رفعه. ربنا سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. الترابي قام جاب شبهة ثانية، قال طيب كيف يعني عيسى ربنا رفعه 33 سنة وربنا سبحانه وتعالى قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا، وطيب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة وهسي ألف وقريب 1500 سنة، طيب دي ما 2000 سنة كيف؟ طيب يا ترابي لي ربنا سبحانه وتعالى أنت مؤمن بالقرآن، قال في سورة الكهف شنو؟ عن الفتية قال شنو؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لما مرقوا من كهفهم بعد 309 سنة مرقوا كهول ولا مرقوا شبان؟ مرقوا شبان، لأنه ربنا على كل شيء قدير. فيلا استنى، عرفتها؟ طيب قام الأخ ذكر قال إذا افترضنا إنه نزل النبي صلى الله عليه وسلم ما خاتم الأنبياء والمرسلين، يعني لو جاء عيسى عليه السلام حيبقى شنو؟ ما حيبقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. العلماء قالوا خاتم الأنبياء والمرسلين فلا ينزل بعده شرع ولا دين جديد ينسخ الإسلام والسنة، ولو جاء نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل في حديث الطويل حديث الدجال وكده، وإنه حديث النواس بن سمعان إنه الدجال حيقعد 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، حديث في صحيح مسلم. في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ما عيسى عليه السلام يجي ويقتل المسيح الدجال يلقى المسلمين شنو؟ أو قبل ما يقتلوا بيلقى المسلمين في صلاة الفجر، والمهدي، مش المهدي حق الصادق المهدي ده ما ياهو، عرفته؟ المهدي المنتظر بيكون بيصلي بالمسلمين، فيصلي عيسى وراه بيصلي بياتو شريعة يا ربي، بياتو شريعة، بياتو شريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلواتنا دي صلاة الفجر ركعتين ويستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها، فهمت؟ فده الحاصل. والدليل على ذلك من القرآن وأيضا من السنة. من القرآن ربنا قال في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، شوف ربنا أخذ الميثاق العهد من الأنبياء كلهم، قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. الرسول في الآية دي هو من؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا شنو؟ أقررنا. النبيين قالوا شنو؟ أقررنا. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عمر رضي الله عنه وبيده صحيفة من التوراة، فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. عشان كده برضو في سورة الأعراف موسى عليه السلام لما قال يا ربنا تب علينا، ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فربنا نزل في القرآن في التوراة وفي الإنجيل إنه لو دايرين الرحمة والمغفرة من الله تتبعوا الرسول الأمي الذي ينزل في الذي يبعث في آخر الزمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى عليه السلام بيجي متابع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وما بيجي بشريعة جديدة، وبذلك تتفك الشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، آخر نبي ومرسل يبعث بشرع جديد محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء من بعد عيسى عليه السلام لما ينزل يحكم بمن؟ بشريعة من؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال لك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزي. طيب، فالإنسان يا أخواننا النازل ما يقرأ لهم والله يشككوك في الدين، والشك يا أخواننا كفر. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أفي الله شك، هذا كلام الله كده، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وده الناس دارين يورطوك عشان انت تعتقد اعتقاداتهم دي، يقول لك يا سلام التراب جبه جديد. طيب نفترض انه عيسى عليه السلام ما نازل معاك يا ترابيلي، نفترض معاك كده، الجديد شنو؟ مع عيسى هو قال ما نازل مش؟ طيب الجديد شنو؟ ياخذ تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من 21 حديث صحيح، والاحاديث ذكر اطرافها ابن كثير في التفسير من سوره النساء اخر ايات دي، ها؟ وما قتلوه وما صلبوه، عرفته؟ وربنا قال عنه وانه لعلم للساعه، من علم الساعه عيسى عليه السلام. وربنا قال وانه لعلم في قراءه اخرى اي علامه للساعه، عرفته؟ فالترابي بينكر دي، مش بينكر دي برا كمان، الترابي بينكر قال الدابة، قال يقول لك الدابة، هو بيزعم انه الترابي يقول لك لا نحن السنة دي فيها احاد ومتواتر، بنقبل المتواتر وبنخلي الاحاد، وكذاب لا بيقبل احاد ولا متواتر ولا قران. قال يقول لك دابة، قال دابة ايه؟ قال انكر. وربنا قال فاذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ده قاعد في القرآن. قالوا يقول لك ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج ايه يعني؟ ياجوج وماجوج ما قاعد في القرآن يا ناس، في سورة الكهف وفي غيرها من الصور. فده الزول ده ملحد، وده اللي احنا قاصدينه من قبل، مسألة العقل دي، مسألة العقل. فعشان كده ما في تعارض يا اخواننا بين القرآن او السنة، او بين القرآن والقرآن، او بين السنة والسنة، الا يكون الحديث ما صحيح، قد يكون الحديث ضعيف. فإذا بقى ضعيف وما صحيح بعدم توفر واحد من الشروط اللي ذكرها العلماء الخمسة، إنه ما يكون الراوي عدل، أو لا يكون ضابط، أو يكون الإسناد ما متصل، أو يكون فيه شذوذ أو علة، فبعد ده بيبقى الحديث شنو؟ ضعيف. أما إذا كان مجتمع فيه الشروط الخمسة بننظر تاني هل هو منسوخ أو ما منسوخ. والنسخ برضو فيه فائدة مهمة عشان بعدين ما يلعب عليك الشعبي. النسخ يا أخواننا ما بكون في الأخبار، يعني ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عيسى نازل، ثاني يقول لك لا عيسى ما نازل، نسخنا، لا 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 لا، ما في كلام زي ده. ما ممكن يجيك في الأخبار، لكن بيجي في الأحكام. في الأحكام بيجي، مثلا من الأحكام ربنا فرض على المؤمنين لو دارين يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في فترة من الأيام إنه يقدموا صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم شنو؟ صدقة. لما ده ما حكم، أمر. نحن بنعرف الحكم من الخبر كيف؟ علماء البلاغة قالوا الخبر ما يصح فيه أن تقول كذب أو شنو؟ أو صدق. وأما الحكم الأحكام دي اللي بتجي بشنو؟ بالاستحباب أو بالأمر أو بالتحريم إلى آخر. فالحكم قد ينسخ، ربنا قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فنسخت شنو؟ نسخت هذه الصدقة. أما الخبر إذا قلت لا، يعني مثلا أنا أجي أقول لك فلان مشى السوق، تاني اقول لك لا فلان ما مشى السوق، واحد من اثنين، يا انا كذاب يا انا زول جاهل ما عارف بتكلم من غير علم، وكل هذا ممتنع في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يحاسب المشركين الذين
توفوا قبل أن تصلهم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المشركين يا أخواننا في مشركين بلغتهم بعض الأديان فديل قامت عليهم الحجة، وفي مشركين ما بلغتهم رسالة أصلا فديل يمتحنوا، الصحيح أنهم يمتحنوا يوم القيامة، ربنا بيمتحنهم الما بلغتهم رسالة والمجنون، فديل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بيمتحنهم بامتحان، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. طيب، هل يجوز للإنسان الغير مسلم أن يحكم المسلمين؟ ما يجوز، لأنه ربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن كمان إذا حكم غير الكافر المسلمين ما طوال بتغيره من غير ما تراعي للمصالح والشروط اللي ذكرناها من قبلك من إعداد القوة إلى آخر. بعض التيارات السياسية تقول أن الدين مكان وهو مكان العبادة، هل يصح؟ وده كلام المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جماشي وفي مجلس فوقه أخلاط من المسلمين واليهود والمنافقين، فقام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال يا هذا إن الذي تقول لحسن، ولكن اذهب إلى رحلك، فمن أراد أن يسمع منك أتاك إلى رحلك. أسئل العلماني يقول لك ما تجونا هنا، الدين ده ما محله، الدين محله يقول لك الجامع، ونحن لقيناك في الجامع، أنا لقيتك يا علماني في الجامعة بيتكلمك، أنت في الجامعة ما في، فهمت؟ لكن الدين محله أي مكان يجوز تتكلم فوقه ده محله، في 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 الجامعة بجي بتكلم، في المسجد بتكلم، فوق العربية بتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في حمار اسمه عفير، وكلم ابن عباس أيضا على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناقة كان بيخطب بالناس في الحج، وغيره من الأدلة الكثيرة. فأي مكان في السوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، الحديث ده قالوا وين؟ قالوا في السوق. فعشان كده يا علماني وراك وراك، علماني غير علماني كله. طيب، قال هل يجوز تساوي المسلمين بغير المسلمين؟ ما بيجوز يا ناس، ربنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هل يمكن إبعاد الدين عن السياسة؟ ما يجوز، ما يجوز. طيب، قال ما هي شروط تكفير المعين وما هي الموانع من إسقاط الحكم؟ طيب، شروط تكفير المعين، المعين ده شنو يعني؟ بني آدم. يعني إحنا لما نقول دعاء البنادي غير الله ده كافر، لما نقول البنادي غير الله ده كافر، العلماء قالوا ده اسمه عموم، تكفير بالعموم، يعني ما فلان معين، ما زول ود فلان معين. أما محمد ود أحمد ده لو دعا غير الله دار تكفره، العلماء قالوا في شروط، من الشروط العلم، وضد العلم شنو؟ الجهل. من الشروط القصد، وضد شنو؟ الخطأ. ومن الشروط الاختيار، وضد شنو؟ الإكراه. ومن الشروط كذلك عدم وجود التأويل. ومن الموانع من التكفير وجود شنو؟ التأويل السائق. وبعض العلماء يضيفوا له الإغلاق، يعني زول عقله قفل خلاص ما قدر يقول أي، ما فاهم نفسه بقول في شنو. فده الصحيح إن يا أخواننا لا يؤاخذ، فهمت؟ ده على صح أقوال العلماء. فإذا اجتمعت في زول الشروط يكفر، إذا ما اجتمعت فيه ما يكفر. طيب، هل يجوز التطبيع مع إسرائيل؟ ما معنى التطبيع؟ التطبيع ده معناه شنو؟ أنا ما بعرف التطبيع معناه شنو. هل يجوز الاستعانة بالدول غير المسلمة في حالات الجهاد؟ والله قد يجوز يا أخي، وردت أدلة في السنة النبوية إنه يجوز الاستعانة بالكافر في حدود معينة، وهذه يحددها الحاكم ما يزول البراو. ودل الهوس اللي بيحصل من التكفيرين، يقول لهم خواجة قاعد هنا مثلا في الكورنيش ولا غيره، خواجة معه خواجة يقول لك أوه دي الناس أمريكا مش رحنا فجرهم. أنت بتفجر ساكت، أنت ما بتفجر ساكت، ما دام الزول ده خش بجواز، وإن كان بواقع في معاصي وكده، فلو عندك أمر أمشي للحاكم قول له زول أنت مش وقعت جيت بتأشيرة هنا، لأن عندنا في البلد دي شروط. الحاكم هو اللي بتولى أمره، بعد ذاك الحاكم ما تولى أمره أنت العهدة خرجت من رقبتك، أنت ما وصي على الناس، ده من أمور شنو؟ الحاكم، عشان ما يزول يمشي يغير بيده ساكن. طيب، قال حدثنا على الإزيرق والجفري، ديل دعاة الشرك. الجفري اليمني اللي بيجي يغشك زول كذاب ومفتري، يقول لك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، تفتش صحيح مسلم والبخاري والكتب السبعة والستة ما بتلقى الحديث، زول كذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد
وأنشد عنده بيتين الرفاعي، أنشد عنده بيتين قال فخرجت يد النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذول كذاب كيف؟ ها؟ وده كله من الكذب، ما عنده إسناد وكلام باطل ذاته. وربنا سبحانه وتعالى حمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل والشرك والضلال، عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، يوم دظر في زمان. هل يوم القيامة قامت؟ ما قامت. فده زول مفتري، وبنادي الحسين يا حسين يا حسين، ده ذاته زول مشرك. الجفري جابه ده يمني، وقال الحبيب وكذاب ساكت، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وزول مفتري وضال ويدعو الناس للشرك ودعاء غير الله. قال العمة بتاعته دي عندها سند للنبي صلى الله عليه وسلم، عندها سند عمته، قال عندها سند للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامل فوق الود من آل البيت. شوف حتى لو بقيت من آل البيت لكن عندك ضلال وباطل، نحن بنرد عليك وبنبين باطلك. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في قومه أشرف آل البيت، قال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأحسابهم بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شيئا. عشان كده أخواننا الدين ما فيه قبليات، اللي بيعملها شو يخطروا الصوفية الليلة دي وغيرهم، يقول لك نحن من آل البيت ونحن أشراف. حتى لو بقيت شريف عندك شرك وضلال، تنادي في الأولياء وتتمسح بالقبور وتطوف بها، والولي بيعلم الغيب وبيمرك كراعه من القبر وبطلع مويه، ده ما عندك أي علاقة مع آل البيت، عرفتها؟ فما بينفعك عشان ما يقعد يغشوا الناس. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الصالح. طيب أول حاجة هو سؤال، يعني ما سؤال حق سؤال ما حقانا، لكن سؤال واحد من أصحابي يعني وجهه لي، وسأنا حاليا دار أوجهه يعني للشيوخ إن شاء الله. كنا بنتناقش أنا وهو في حكاية إنه يا أخي موضوع القبلية وموضوع الألوان، اختلاف الألوان. قال لي يا أخي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي قال لي زي اللي بيحبذ الناس على إنه يا أخي يحصل فيه انفصال. كيف قلت لي الكلام ده؟ قال لي يا أخي الدين دائما بيربط الخير باللون الأبيض وبيربط الشر باللون الأسود. يا زول ده كلام شنو الكلام ده يجيبه منين؟ قال لي يا أخي عندك في القرآن آية بتقول يا أخي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفي نفس الوقت في نفس قال لي في آيات كثيرة في حاجات كثيرة دائما الحاجة الخير دائما بيربطوا لنا باللون الأبيض والشر بيربطوا باللون الأسود. عشان كذا النحا قالت ولدت لنا أفكار إنه يا أخي الزول الأسود ده خلاص زول كعب زول شر، والزول الأبيض ده الزول الصح وده الزول التمام وده وبرضه قال لي يا أخي، قلت لي يا أخي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ أكان معه ناس سود ومنهم بلال حبشي. قال لي يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته عنده حديث، بعدين برضو ذاك تثبت لي صحة الحديثة، قال عنده حديث قال يعني ما بتذكر نص الحديث، لكن قال إنه لو أمر عليكم عبد حبشي أسود اللون اتبعوه، بمعنى الحديث كده. بس أنا دار أعرف يعني الحل شنو يعني للكلام ده بجد، يعني ما قدرت أجاوب عليه. شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والاه. في الغالب صاحبك ده بيكون من الذين رضعوا هذا الكلام من التنظيمات العلمانية والشيوعية الحاقدة، في الغالب كلام ده بكون جابه من هناك. ونحن إن شاء الله كلامه ده بدري سمعناه وبنرد عليه سهل جدا، ما عنده أي موضوع، عرفته؟ ومن هنا أنا أدعو أخونا الكريم إنه صاحبك ذا إما يتوب ويرجع وإما تاني ما تصاحبه، لأنه والله جد والله نصيحة لله. أنا أسئلة والزول ده كان صاحبي أنا ما أخليه والله، لأنه زول بيدعوك لكفر بالله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ما دعا لعنصرية، ربنا سبحانه وتعالى ما دعا لعنصرية، ربنا سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وربنا قال ومن آياته، ده من الآيات، اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فده من آيات ربنا سبحانه وتعالى، ده ما فيه مسألة بتاع الذم ولا غيره، عرفته؟ أما الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو تأمر عليكم عبد حبشي، أصلا الحديث يا أخواننا بيتكلم عن السمع والطاعة للحاكم، الحديث بيتكلم عن السمع والطاعة للحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام
قال لك ما تخرج على الحاكم ولو تأمر، يعني تغلب، تغلب يعني جاب الغلبة بالقوة يعني. وطبعا الطريقة الشرعي شنو؟ إما الاستخلاف أو شنو؟ أو الشورى من أهل الحل والعقد، ما انتخابات، شورى من أهل الحل والعقد، عرفتها؟ يختاروا زول فيه صفات معينة. العلماء اختاروا العلماء ذكروها في الكتاب والسنة، منها أن يكون هذا الذي اختير ذكرا حرا بالغا عاقلا عالما بالشريعة، وأن يكون شجاعا إلى آخر. من هذه الشروط الذكرها أن يكون قرشيا، ودي ما فيها عنصرية. ليه؟ لأنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من العرب وما من قريش، وما حصل يوم من الأيام قال أنا داير الخلافة. والخلافة المقصودة هنا هي الخلافة العظمى، خلافة المسلمين العظمى. لابد يكون الإنسان من قريش. ليه؟ لأنه ربنا ميز ناس قريش، ميز ناس قريش بميزات. من هذه الميزات التي ميز الله بها أهل قريش أنهم سادات الناس في الخير والشر، عرفتها؟ وأن عندهم الحنكة والقوة. ربنا ميز أهل قريش، عشان كده بتلقى سادة الناس في الخير والشر قريش. فالخلافة العظمى دي، الخلافة العظمى دي من شروطها أن يكون الإنسان من قريش. لو بقى الخليفة ما من قريش، بقى مثلا من هذيل قوم عبد الله بن مسعود، برضو ما بجوز. لو بقى من مثلا من الأنصار، من العرب، برضو ما بجوز. عشان كده سعد بن عبادة، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وقال رجل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر لسعد ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قاعد إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان؟ قال نعم، فبايع أبا بكر لأنه من قريش، عرفتها؟ فده في أمر الخلافة الكبرى. فما المقصود إنه لا ده من كده وده ما من كده؟ حتى لو كان من العرب لكن ما من قريش، ما بيجوز له شنو؟ يمسك الخلافة الكبرى، الخلافة الكبرى، لأنه ثبت في الخلافات الصغرى أو في الإمارات الصغرى، إمارة الوادي اللي هي مكة وما حولها والمدينة وما حولها، أن عمال عمر بن الخطاب كان منهم شنو؟ من الموالي. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم، ده الرد على حبشي. وأما الرد على عبد، العبد العلماء قالوا هي صفة حكمية يكتسبها الإنسان إذا أسر في الحرب في الجهاد مع الكفار. يعني ممكن تكون عبد وإنت من قريش. عبد دي مش معنى، يعني يا أخوانا شوف، اللي بيخلي الزول ده يفهم الأدلة دي بالفهم العنصري بتاعه، إنه بيتعامل مع الغرام باللغة السودانية. بقول لك عب معناها كده وجنس، ها؟ تمشي للعرب يقول لك السودانيين ديل علاقتهم بالعرب شنو؟ تمشي للأفارقة يقول لك ديل علاقتهم بالأفارقة شنو؟ عشان كده احنا مسلمين، عشان كده احنا شنو؟ مسلمين. لا فضل لعربي على عجمي إلا شنو؟ إلا بالتقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدي دي يا أخواننا، يعني زول فهمه غبي، وده فيه حسد وفيه ذاته يعني إنكار لحكمة الله سبحانه وتعالى، ورد للدين ورد للقرآن والسنة، عرفتها؟ فربنا سبحانه وتعالى قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النعيم اللي بيناله الإنسان، وأن أثر هذا النعيم سيظهر على الإنسان، وذاك تظهر عليه الكآبة. حتى الموضوع ده بيظهر على الأبيض وبيظهر على الأسود، عرفتها؟ فده ما فيه عنصرية، الإسلام ما دعا لعنصرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رجل لرجل يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك شنو؟ جاهلية. فذهب فوضع خده على الأرض حتى رفع ذاك الرجل رجله وقال تطاها على خدي حتى أرضه، عرفته؟ فلو كان الإسلام بيقول يا أخواننا الأبيض عنده حقوق معينة والأسود ما عنده حقوق، كان صح نقول الإسلام دين عنصرية. لو كان الإسلام بيقول الأسود ما يعرس من البيض والأبيض ما يعرس من السود، كان صح. بلال رضي الله عنه تزوج من من؟ الصحابة زوجوا سالم مولى أبي حذيفة، تزوج من من؟ سلمان تزوج من من؟ صهيب تزوج من من؟ جليبيب رضي الله عنه. ولذلك الأئمة بتاعين الدين حقنا نحن
الإمام البخاري من العرب أحفظ الأمة بعد عصر التابعين والصحابة. البخاري ده كان بيحفظ بس سماع بس سماع، كان بيحفظ. هل كان من العرب؟ مسلم كان من العرب. أصح كتابين كتب السنة في الدنيا عند المسلمين هل كانت حقت عرب؟ الترمذي من العرب، أبو داود السجستاني من العرب، ابن ماجه القزويني من العرب، الإمام النسائي من العرب، عرفتها؟ ولذلك كبار الأئمة تلاميذ ابن عباس مكحول ومجاهد وغيرهم، هل كانوا من العرب؟ هل كانوا من العرب؟ ما كانوا من العرب. عمر بن الخطاب حديث في البخاري قال: من وليت على أهل الوادي، ناس مكة، قال فلان ابن فلان، من العرب ولا من الموالي؟ قال من الموالي. من وليت على أهل كذا، قال فلان، من العرب ولا من الموالي؟ من الموالي. من وليت على فلان، قال فلان، قال من العرب ولا من الموالي؟ قال من الموالي. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيبقى نحن الرفع عندنا شنو يا أخواننا؟ بالتقوى وبالإيمان وبالعلم الشرعي، دي ربنا سبحانه وتعالى بيرفعنا بها، وربنا أمرنا نرتفع بها. أما مجرد العرب ما بنرتفع بها، وكثير من أئمة الدنيا وأئمة المسلمين ما كانوا من العرب، ما كانوا من العرب، عرفتها؟ فكونوا صاحبك ده يقول لك الكلام ده، فده زول مفتري ساكت، ده زول مجرم. ربنا جعل اختلاف الألوان، وده أصل الخلقة كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض قبضة من الأرض، والأرض فيها جنو، فيها الرملة، فيها القرير، فيها الصخر، فيها كده، قال: فجاء بنو آدم على ذلك، الأبيض والأحمر وبين ذلك، والسهل والحزن